وننتقل إلى أحوال الطقس تستعرضها لنا في وقفة ثالثة وأخيرة في نشرة التاسعة دينا فكري. إليك مرة أخرى دينا. شكرا لكم. وأخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة 30/19، الإسكندرية 26/16، مطروح 23/16، بورسعيد 24/18، الإسماعيلية 32/18، ننتقل إلى محافظة السويس 32/18، العريش 25/16، طابة 32/19، شرم الشيخ 36/25، الغردقة 35/24. الأقصر 42/24، أسوان 43/25، الوادي الجديد 42/23، شلاتين 36/22، وحلايب 30/21. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.